السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا. شباب أولى ثانوي، ركز معايا كده. الامتحان الشامل الأولاني اكزام نمبر 1 الجبر، محتاجين بس نشوف المودر أنسر بتاعه، ويا ريت الامتحان بتاع حضرتك يبقى قدامك، ولو عندك أي غلطة يا ريت بس تتفرج حلها الصح إيه، عشان المكسب الحقيقي هو إنك تعرف الغلطات اللي أنت غلطت فيها إيه الحل بتاعها، ده المكسب الوحيد. إنما غير كده الحاجة اللي أنت بتعرف تحلها صح إحنا ما عندناش فيها مشكلة، كده كده أنت بتعرف تحلها صح، انما احنا مشكلتنا في الحاجات اللي واقفه قدامك او انت حلتها غلط. مبدئيا بس الاسئله في الفور موديل كانوا زي بعض، نفس الاسئله بالظبط. هغير بس كده وهقول لحضرتك في كل سؤال ده نمبر كام. اولا احنا بنحل موديل 1، موديل ايه اللي انا بحله ده؟ موديل ايه؟ كل سؤال هقول لك ده السؤال رقم كام في انهي موديل. يعني مثلا عندنا السؤال ده نمبر 3 في موديل بي، عندنا السؤال ده نمبر 9 في موديل سي، عندنا السؤال ده نمبر 10 في موديل دي. طيب تعالى بقى ركز معايا كده نقرا واحده واحده. بيقول لك ان انا عندي 2 روت اوف ذا ايكويشن دي ار ايكوال. طب انا عارف طالما الاثنين روت ايكوال يبقى ده معناه ان البي باور 2 ماينس ال4 اي سي ايكوال كام؟ ايكوال 0، عشان ده تايب 2، الاثنين روت ار ايكوال وريل، فكلمه ايكوال يبقى انا شغال في تايب كام؟ جدع، يبقى انا كده شغال في تايب 2. طب ركز بقى معايا، تعالى نعوض بس من الايكويشن الاصليه دي. معاك الاي بكام؟ معاك الاي ب1، معاك البي بكام؟ معاك البي بنيجاتيف 3، معاك السي بكام؟ السي عباره عن 2 بلس 1 اوفر ام، ده كله كده عباره عن السي عشان ده هو الابسوليوت فاليو، تمام؟ فيها مشكله؟ طب ركز بقى معايا، يبقى ده كله كده عباره عن مين؟ السي. غلطه مشهوره قوي ناس شطار. طب يلا مين البي؟ البي عباره عن نيجاتيف 3 اول سكويرد ماينس 4 تايمز الاي اللي هي كده كده ب1 فممكن ما اكتبهاش، تايمز السي اللي هو عباره عن براكت اسمه 2 بلس 1 اوفر ام ايكوال 0. تعالى بقى معايا نجم، نيجاتيف 3 سكويرد عباره عن 9. الغلطه المشهوره، ينفع اعمل 9 ماينس 4؟ لا طبعا، امال لازم اعمل الاول، لازم اخد النيجاتيف 4 اضربها مره هنا والنيجاتيف 4 تضرب مره هنا. لما تعمل نيجاتيف 4 تايمز 2 تبقى عباره عن نيجاتيف 8، نيجاتيف 4 تايمز 1 اوفر ام تبقى عباره عن نيجاتيف 4 اوفر كام؟ اوفر ام. ده كله اوعى تنسى كام؟ ب 0. 9 ماينس 8 عباره عن 1 ماينس 4 اوفر ام ايكوال 0. ال1 ده بعد اذنك هطلعه بره بالنيجاتيف، يبقى عندك 4 اوفر ام ايكوال نيجاتيف 1. طب ال4 اوفر 1 اصلا اشارتها ايه؟ نيجاتيف. النيجاتيف دي هتطير مع النيجاتيف دي، 4 اوفر كام تبقى ايكوال 1؟ يبقى اكيد الام ايكوال كام؟ اكيد الام ايكوال 4، عشان 4 اوفر 4 ايكوال كام؟ ده 1. ده كده اول سؤال. السؤال الثاني بيقول لك فايند ذا فاليو اوف كي ويتش ميك وان اوف ذا تو روت اوف ذا ايكويشن دي دبل ذا اذر. طب واحده واحده الله يرضى عليك. اولا بس مبدئيا كده السؤال ده نمبر 2 في موديل A، السؤال ده نمبر 8 في موديل B، السؤال ده نمبر 7 في موديل C، السؤال ده نمبر 7 في موديل D، فشوف انت انهي موديل وافتح معانا السؤال ده. بيقول لك عايز اجيب الكيب كام من الايكويشن دي؟ بيقول لك الاثنين روت دبل ذا اذر. طب معنى كلمه الاثنين روت دبل ذا اذر؟ طب لو انا سميت الفيرست روت يا باشمهندس ايكوال L، يبقى السكند روت اكيد ايكوال كام؟ ايكوال 2L. ليه 2L؟ عشان هو قال لي الاثنين روت دبل ذا اذر. طب واحده واحده، انت معاك ال L الفيرست روت L والسكند روت 2L، تعرف تجيب ال K؟ لا طبعا ما اقدرش اجيب ال K لان الروت الاولين اسمه L والروت الثاني اسمه 2L. طب فكرني كده الصم بتاع الاثنين روت ايه الرول بتاعه؟ فكرني، يبقى عباره عن نيجاتيف بي اوفر A. جدع، طب مش الصم ده اللي هو عباره عن نيجاتيف 3 اوفر 1 نيجاتيف البي اوفر A، يبقى نيجاتيف 3 اوفر كام؟ 1. طب الصم بتاع الاثنين روت يعني الروت الاولاني بلس الروت الثاني، مجموع الاثنين دول عباره عن L بلس 2L. ما هو كلمه الصم، كلمه صم اوف ذا تو روت المجموع بتاع الاثنين روت ليه قانون اسمه نيجاتيف البي اوفر اي، والصم بتاع الاثنين روت يعني تعمل الفيرست روت بلس مين؟ بلس السكند روت. انا عملت الاثنين دول، جبت الصم عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي والمجموع بتاع الاثنين روت اللي هو ال بلس 2 ال اللي هو الروت الاولاني بلس الروت الثاني. طب ال بلس 2 ال عباره عن كام؟ عباره عن 3 ال. جدع، ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 1 عباره عن نيجاتيف 3، يبقى انا من هنا كده قدرت اجيب ال عباره عن كام؟ نيجاتيف 1. جدع، خلي بالك طالما ال بنيجاتيف 1 فانا عندي معلومه جامده قوي، ان الفيرست روت الروت الاولاني او عباره عن ال، ها يبقى الفيرست روت عباره عن نيجاتيف 1. جدع، طب السكند روت، طب ما احنا عارفين السكند روت عباره عن ايه؟ 2L، يبقى 2 تايمز نيجاتيف 1 يبقى عباره عن كام؟ نيجاتيف 2. يبقى انا كده معايا الروت الاولاني معايا الروت الثاني. طب عايز اجيب الكي، رد عليا نجم الله يرضى عليك. الكي دي موجوده في مكان مين؟ موجوده في مكان الصم ولا مكان البرودكت؟ جدع، موجوده مكان البرودكت. اشمعنى؟ لان انا كان عندي رول بيقول لي البرودكت بتاع ال 2 روت عباره عن سي اوفر كام؟ اي. طيب سي اوفر اي الرقم ده اسمه كي مكان السي، يبقى كي اوفر 1، يبقى البرودكت عباره عن كي ايكوال. طب مش البرودكت يا باشمهندسين هو عباره عن البرودكت بتاع الاثنين روت؟ يعني الروت ده تايمز الروت ده نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال كام؟ 2. يبقى انا كده جبت الكي عباره عن 2، تمام؟ اللي بعده
بيقول لك put each of the following figure each of the following in the simplest form. طب يلا بقى السر بتاعنا الله يرضى عليك، تعالى نمسك دي كده واحده واحده. ال i باور الرقم ده ايفن ولا اود؟ جدع الباور ده ايفن. طب هل الرقم اللي اسمه 26 divisible by 4 ولا لا؟ لا مش divisible by 4، يبقى الناتج 1 ولا نيجاتيف 1؟ نيجاتيف 1 جدع. طب i بار 43 ال 43 ده رقم اود، وطالما رقم اود يبقى الناتج اكيد يا i يا نيجاتيف i جدع. امسك ال 43 نقص منها واحد الاول بقت عباره عن 42. هل ال 42 divisible by 4؟ لا، يبقى الناتج عباره عن نيجاتيف i. اخيرا طب لو انا عندي 1 اوفر اي باور نيجات اي 1 اوفر اي باور 211، اتفقنا مع حضرتك ان ده كده ما بحبش نكتبها كده، ادي 1 اوفر. يلا ركز معايا شغل العادي بقى، الاي باور 221 الباور ده ايفن ولا اود؟ الباور ده اود. عرفت منين؟ لان 211 الرقم الاخير عباره عن اود، الرقم الاخير عباره عن ايه؟ اود. يبقى الباور ده كله كده، يبقى الباور ده كله عباره عن ايه؟ اود. انا عندي فوق 1 الاي باور 211، يا يطلع الناتج اي يا نيجاتيف اي، لان الباور ماله؟ الباور اود جدع الله يرضى عليك. طب نقص من الباور واحد بقى 210، هل ال 210 ديفيزبل باي 4؟ لا، يبقى الناتج عباره عن نيجاتيف اي. المساله بالنسبه لي خلصت، بس انا قلت لحضرتك ينفع في يوم من الايام اشوف تحت اي؟ لا، اضرب فوق وتحت في اي. عملت ده تايمز اي وده تايمز اي، 1 تايمز اي ايكوال كام اي؟ نيجاتيف اي تايمز اي نيجاتيف اي سكوير. النيجاتيف اي سكوير دي كلها على بعضيها عباره عن بوزيتيف كام؟ 1. اي اوفر 1 تبقى ايكوال كام اي؟ السؤال ده هو موجود في موديل ايه؟ زي ما احنا خلاص بقى اتفقنا موديل ايه نمبر 3 عادي، في موديل بي ده السؤال نمبر 2، في موديل سي ده السؤال نمبر 3، في موديل دي ده السؤال نمبر 2. تمام، اللي بعده السؤال ده يا شباب موديل ايه زي ما احنا شغالين عادي، ده السؤال نمبر 1 في موديل بي، ده السؤال نمبر 5 في موديل سي، ده السؤال نمبر 1 في موديل دي. تمام كده يا شباب؟ تعالى ركز بقى معايا الله يرضى عليك. واحده واحده بقول لك فايند ايتش اوف ذا فولوينج ان ذا سمبلست فورم. تعالى نمسك كده واحده واحده الله يرضى عليك. اولا انا عايز تعالى نحل نمبر ايه الاول. ادي 2 بلس، هل ينفع يبقى عندك نيجاتيف جوه الروت؟ لا، اتفقت معاك النيجاتيف اللي جوه الروت دي بنخرجها بره ويبقى اسمها مين؟ اي جدع. طب روت ال 9، روت ال 9 بكام؟ ب 3. لقيت عيل صغير كده عبيط بيتخانق معايا بيقول لي يا مستر لا روت ال 9 بوزيتيف اور نيجاتيف 3. يا باشمهندس الله يرضى عليك ركز، لو عندي اكس سكويرد ايكوال 9 وانا عايز اجيب الاكس بكام فهتعمل روت ال 9 صح؟ روت ال 9 هنا يطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 3، اشمعنى؟ عشان في انون، في انون اسمه اكس، لو عملت له باور 2 يطلع الناتج 9. انما لو بقول لك روت ال 9 ايكوال كام؟ روت ال 9 ايكوال 3 بس. وعايز اقول لك ما شاء الله في ناس شاطره جدا واجمد منك 100 مره في ثالثه ثانوي وفي ثانيه ثانوي بيغلطوا في الحته العبيطه دي، روت ال 9 ب3. انما لو في اكس ساعتها يبقى الناتج بوزيتيف اور نيجاتيف. تمام؟ ركز بقى معايا الله يرضى عليك. طيب لكن انا عايز اعمله تايمز 3 ماينس 4 اي، عايز اعمل ده تايمز ده. طب بريك التايمز براكت، يلا سمع لي بقى، فيرست تايمز فيرست وفيرست تايمز سكند، او فيرست تايمز فيرست، فيرست تايمز سكند، سكند تايمز فيرست، سكند تايمز سكند. يلا معايا واحده واحده. 2 تايمز 3 عباره عن 6، 2 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 8 اي، 3 اي تايمز 3 بوزيتيف 9 اي نيجاتيف، عشان دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. 3 اي تايمز 4 اي تبقى نيجاتيف 12 اي سكوير. ركز معايا الله يرضى عليك، عندي بس تركيه صغيره كده، النيجاتيف 12 اي سكوير، الاي سكوير دي بتغير اشاره الساين دي بتخليها بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 12. فيها مشكله؟ ادي ايكوال، تعالى بقى نجمع الحاجات اللي شبه بعض مع بعض. 6 بلس 12 تبقى ايكوال كام؟ 6 بلس 12 عباره عن 18. طب عندك نيجاتيف 8 اي، نيجاتيف 8 اي بلس 9 اي تبقى عباره عن بوزيتيف اي. ده كده السؤال نمبر اي. سؤال نمبر بي عايز يعمل ده سكوير بلس ده، يبقى لازم امسك البراكت ده الاول افكه باور 2، عندي 3 ماينس 2 اي اول سكوير. تعالى بقى نفك البراكت عليه باور 2 ده يتفك كام ترم؟ 3. الاول سكوير تبقى 9، الثاني سكوير يبقى عباره عن 4 اي سكوير، دايما بالبوزيتيف جدع. الساين دي نيجاتيف تنزل زي ما هي نيجاتيف، فيرست تايمز سكند تايمز 2 تبقى عباره عن 12 اي. ده كده انا بفك البراكت. ها سمع لي كده يا باشمهندس، 4 اي سكوير تبقى عباره عن نيجاتيف كام؟ 4. تعالى نكتبها تحت بقى، ال 9 ال 9 دي ماينس ال 4 تبقى عباره عن كام؟ 5. في النص ماينس 12 اي زي ما هي، في النص نيجاتيف 12 اي زي ما هي. الناتج اللي طلع ده يا جدعان هو عباره عن البراكت اللي عليه باور 2 ده، اللي هو ده ان انا كده عملت له باور 2. لسه عايز اعمله بلس كام يا نجم جدع؟ بلس 3 بلس 2 اي. قلت لك لو انا عندي كومبلكس بلس كومبلكس كومبلكس بلس كومبلكس بنعمل الريل بلس الريل والايماجن بلس الايماجن. 5 بلس 3 تبقى ايكوال كام؟ 8. نيجاتيف 12 اي بلس ال 2 اي يبقى الناتج عباره عن 10 اي. اللي بعده ده كويتشن نمبر 5 في موديل ايه زي ما احنا عادي جدا، في موديل دي في موديل بي ده كويتشن نمبر 6
في موديل سي ده كويتشن نمبر 6، في موديل دي ده كويتشن نمبر 4. تعالى بقى نمسك كده معايا واحده واحده. اولا لما اجي اقول لك ان ده ايكوال ده، فلازم امسك دول كده اظبطهم الاول عشان اعرف الريل بكام واعرف الايماجن بكام. لازم امسك ده كده اظبطه الاول عشان اعرف الريل بكام واعرف الايماجن بكام، وساعتها يبقى انا جبت الاكس وجبت مين الواي. طب تعالى نمبر ايه واحده واحده. نمبر ايه بيقول لك ان انا عندي اكس بلس واي اي ايكوال البراكت ده عليه سكوير، صح؟ طب البراكت عليه سكوير ده لما اجي افك كام ترم؟ 3. انا فكيته 3 ترم وظبطت شكله، طلع الناتج بتاعه في الاخر عباره عن نيجاتيف 2 ماينس 10 اي. ده كده الناتج بتاع ده بلس ده زي ما حضرتك واخد في الموديل انسر بالظبط، يبقى نيجاتيف 2 اي ماينس 10 اي. عملت ايه؟ فكيت البراكت اللي عليه باور 2، وبعد كده جمعت مع البراكت ده. طب اجمعهم ازاي؟ الريل مع الريل والايماجن مع الايماجن. طب تعالى اعملها لك واحده واحده الله يرضى عليك. بص يا نجم، اولا هيبقى عند حضرتك براكت اسمه 2 ماينس 3 اي هول سكوير بلس 3 بلس 2 اي. طب يلا واحده واحده، تعالى نفك البراكت اللي عليه باور 2 ده. لما تفك البراكت اللي عليه باور 2 يطلع عباره عن 4 ماينس 12 اي بلس 9 اي سكويرد. فكيت الاول سكوير والثاني سكوير، وفي النص الفيرست تايم السكند تايمز 2 بلس 3 بلس 2 اي. يلا يا نجم ظبط بقى. اولا ده كده يبقى عباره عن كام؟ نيجاتيف 9 جدع. اعمل 4 ماينس 9 بلس 3 يطلع لك الرقم الريل عباره عن نيجاتيف 2. نيجاتيف 12 اي ماينس 9 اي تبقى عباره عن نيجاتيف، وفي لسه 2 اي يطلع الناتج عباره عن نيجاتيف 10 اي. طب انا كده معايا ريل ومعايا ايماجن، يبقى بكل بساطه الاكس اللي عندك بتمثل الريل والواي اللي عندك بتمثل ايماجن. يبقى الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 2 جدع، والواي عباره عن نيجاتيف 10. يبقى انا كده جبت الريل وجبت الايماجن، جبت الاكس وجبت الواي. نمبر بي، ده بلس ده ايكوال ده. اولا ده كده بيمثل لحضرتك الريل، عرفت منين هو بيمثل الريل؟ مفيش جنبيه اي. وده بيمثل الايماجن، عرفت منين؟ عشان في جنبيه اي. ال5 دي بتمثل الريل، وال1 اي ال1 بيمثل مين؟ الايماجن. تعالى بقى نساوي الريل بالريل والايماجن بالايماجن. يبقى عندك 2x ماينس الواي ايكوال 5، وعندك الاكس ماينس 2y ايكوال 1. خلي بالك انا قلت x ماينس 2i الايماجن ايكوال الايماجن هنا، الايماجن هنا كام جدع؟ 1. طب عايز احل الاثنين ايكويشن دول مع بعض، طبعا سهله جدا، بنحلها على الكالكليتور مود 5 1. بتكتب بقى اول رقم 2 ايكوال، ثاني رقم نيجاتيف 1 ايكوال، ثالث رقم 5 ايكوال، 1 ايكوال نيجاتيف 2 ايكوال 1 ايكوال. هيطلع لك الناتج بكل بساطه الاكس ايكوال 3 والواي عباره عن 1. اللي بعده كويتشن نمبر 6. كويتشن نمبر 6 بيقول لحضرتك بروف ذات ان الاكس والواي كونجيجيت لبعض. مبدئيا كده ده السؤال نمبر 6 عادي جدا في موديل A. موديل B ده السؤال نمبر 5، في موديل C ده السؤال نمبر 4، في موديل D ده السؤال نمبر 12. طب عشان نثبت ان الاكس دي وان الواي دي ار كونجيجيت لبعض، يبقى بكل بساطه لازم امسك كل واحد اظبط شكله. يعني ايه؟ عندي اكس ايكوال 13 اوفر 5 ماينس اي. يلا سمعني للاكس اهم، اول ما الاقي فراكشن وتحت فيه كومبلكس لازم نضرب فوق وتحت في مين؟ في الكونجيجيت. مين الكونجيجيت بتاع ال 5 ماينس 2 اي؟ عباره عن 5 بلس اي 5 بلس اي. هنضرب اللي فوق في بعض ونضرب اللي تحت في بعض. خلي بالك الاثنين دول زي بعض بس مختلفين في الساين، يبقى الاول سكوير والتاني سكوير، ونحط في النص ايه؟ التاني سكوير ده اهو، حط في النص نيجاتيف دي ثابته. طب اضرب ال 13 في الرقمين دول، هيبقى عندك اول رقم عباره عن 65 بلس 13 اي. تعالى نشتغل تحت يلا، اتفقنا مع بعض نيجاتيف اي سكوير ده عباره عن بوزيتيف كام؟ 1 جدع. يبقى عندي تحت 26، فوق زي ما هي 65 بلس 13 اي. خد الرقم ده على الرقم ده عشان تجيب الريل، والرقم ده على الرقم ده عشان تجيب الايماجن. ركز معايا في الحته اللي جايه دي الله يرضى عليك. طلع لما خدت ال 16 اوفر 26 طلع الناتج ده عباره عن 5 اوفر 2 بلس، لما خدت ال 13 اوفر 26 طلع الناتج ده عباره عن هاف. هاف ايه؟ هاف اي جدع. طب يلا تعالى بقى نمسك الواي نظبطها. الواي عباره عن 3 بلس 2 اي اوفر 1 بلس اي. هضرب ده في مين يا نجم جدع؟ الله يرضى عليك، هضرب ده في الكونجيجيت بتاع اللي تحت. مين الكونجيجيت بتاع اللي تحت؟ 1 ماينس اي 1 ماينس اي. تعالى بقى نشتغل كده واحده واحده الله يرضى عليك. لما تضرب اللي تحت في بعض، خلي بالك الاثنين دول زي بعض بس مختلفين في الساين، الاول سكويرد ب1 والثاني سكويرد باي سكويرد، في النص فيه نيجاتيف. لما تضرب الاثنين دول في الاثنين دول يطلع لك كام ترم؟ 4، اللي هو اول سكوير والثاني الاول في الفيرست تايمز فيرست، فيرست تايمز سكند، سكند تايمز فيرست، سكند تايمز سكند. يبقى 3 ماينس 3 اي بلس 2 اي ماينس 2 اي سكوير. طبعا لو انت عارف ده كله عباره عن كام؟ بوزيتيف 2. جمع اللي فوق مع بعض وجمع اللي تحت مع بعض. طب بالمره كده قول لي ده عباره عن كام؟ جدع ده عباره عن بوزيتيف 1. هيطلع لك الناتج اللي تحت 2. لما تجمع الارقام الريل اللي فوق تطلع لك 5، والارقام الايماجن تطلع لك نيجاتيف اي. اعمل ده ديفايد ده عشان تجيب الريل، وده ديفايد ده عشان تجيب الايماجن. طب يلا سمع لي كده، 5 اوفر 2 ملهاش سمبليفاي، يبقى زي ما هي 5 اوفر 2.
2 minus 1 1 اهي 1 over 2i يبقى 1 over 2i. لو حضرتك واخد بالك ان الاكس اهي والواي اهي الاثنين زي بعض بس مختلفين في الساين، يبقى الاكس والواي ار 2 كونجيت. اللي بعده كويتشن نمبر 7. طبعا كويتشن نمبر 7 ده عشان حضرتك بس تبقى عارف، ده كويتشن نمبر 4 في موديل بي، ده سؤال نمبر 2 في موديل سي، ده سؤال نمبر 6 في موديل دي. تعالى بقى معايا واحده واحده. مين الكونجيجيت بتاع 3 ماينس 2i؟ طبعا حفظتك 100 مره كلمه كونجيجيت ما بتعكسش اشاره الرقم اللي في النص. لا، كلمه كونجيجيت بعكس اشاره الرقم الايماجن، يعني بعكس اشاره الرقم اللي جنب الاي. مين الرقم اللي جنب الاي هنا؟ 3. يبقى الكونجيجيت بتاع الكلام ده عباره عن نيجاتيف 3i والماينس 4 زي ما هي. سؤال نمبر بي ده اجمل سؤال عندك في الامتحان وناس كتير قوي غلطت فيه. عايز اعرف من اول i باور 72 لغايه i باور 1528 الناتج ده ايكوال كام؟ طبعا كنا احنا حافظين مع بعض لو انت عندك i وفيها اربع باورات ورا بعض يبقى الناتج ده ايكوال كام؟ 0. يعني ايه؟ يعني لو عندي i باور 1 بلس i باور 2 بلس i باور 3 بلس i باور 4 الصم بتاع الكونسكيوتيف 4 ترم في الباورات ده كله كان ايكوال كام؟ 0. طب دي معلومه مهمه جدا. طب ازاي بقى هعرف اجيب من اول هنا لغايه هنا؟ اولا لو انا عايز اعرف العدد، يعني من اول 72 لغايه 1528 فيهم كام رقم؟ عايز اعرف دول كده عباره عن كام رقم؟ ما ينفعش تعمل ده ماينس ده، لانك لو عملت ده ماينس ده هيبقى فيه ماينس 1. اشمعنى؟ لو قلت لك من 0 ل 10، لو قلت لك كده من 0 ل 10 عباره عن كام رقم؟ ما تقوليش 10، غلط طبعا. الزيرو ده محسوب معاك، يبقى دول عباره عن كام رقم؟ 11 تيرم. يبقى عشان تجيب العدد بتاعت الارقام اللي بينهم تعمل 1528 ماينس 72 بس بلس كام؟ بلس 1. ليه بلس 1؟ عشان تحسب معاك اول رقم، لانك لما بتعمل ده ماينس ده انت كده ما حسبتش معاك اول رقم. لو عملت 1528 ماينس 72 بلس 1 هيطلع لك الناتج رقم اسمه 1457. طب هل الرقم ده ديفيزبل باي 4؟ لا. لو كان الرقم ده ديفيزبل باي 4 يبقى ده معناه ان من اول هنا لغايه هنا ممكن اقسمهم اربع ترمات ورا بعض، اربع ترمات مع بعض وهكذا، كل اربعه مع بعض يطلعوا كام؟ 0. بس كده اعمل ده ديفايدد 4 ما طلعش ناتج. طب قلت اعمل حركه صغيره قوي، ايه رايك ننقص من ده 1؟ يعني نقص من 1 يبقى 14756. لو جيت تنقص من ده 1 وجيت تقسمه على 4 هيطلع ناتج. ايه ده؟ يبقى ده معناه ان كلهم بزيرو ما عدا مين؟ ما عدا رقم واحد. طب مين الرقم الواحد ده؟ يا اخر رقم يا اول رقم، يبقى كل اللي في النص بزيرو. وهتاخد معاك يا اول رقم يا اخر رقم، بس في رقم لسه هيتبقى لك. انت تعرف بقى يا جميل انك لو سبت اول رقم الاي باور 72 الرقم ده اود، يعني الناتج يا 1 الرقم ده ايفن، سوري، يعني الناتج ده يا 1 يا نيجاتيف 1، ولو عملته ديفايدد 4 يطلع ناتج يبقى 1. طب ايه رايك انك لو سبت اخر رقم وجيت تعمله برضه ديفايدد 4 هيطلع برضه كام؟ 1. فانت لو سبت اول واحد او اخر واحد كده كده الناتج هيبقى لك كام؟ 1. تمام؟ فيها مشكله؟ اللي بعده. طيب السؤال ده مبدئيا موجود 7 موديل بي، السؤال ده موجود 8 موديل سي، السؤال ده موجود 9 موديل دي. تعالى بقى ركز معايا كده الله يرضى عليك. اولا انا بالنسبه لي السؤال ده عبيط قوي، عايز يجيب الديترماين ذا تايب اوف ذا روت. طب التايب بتاع الروت ده اتفقنا ان انت بتجيب البي باور 2 ماينس ال 4 اي سي، وبتشوف لو الساين بتاعت الكلام ده بوست يبقى تايب كام؟ 1. يعني ايه تايب 1؟ يعني 2 روت ار ديفرنت اند ريل. طب لو البي باور 2 ماينس ال 4 اي سي طلعت 0 يبقى تايب كام؟ 2. يعني ايه تايب 2؟ يعني البي باور 2 ماينس ال 4 يعني الاثنين روت ار ريل وايكوال، ريل وايكوال. ها طب لو البي باور 2 ماينس ال 4 اي سي طلعت بالنيجاتيف يبقى تايب 3. طب يعني ايه تايب 3؟ يعني الاثنين روت ار كومبلكس اند نون ريل، يعني فيهم اي. طيب الخطوات حل المساله سهله جدا، المفروض ان انت بس تركز كده في الساين بتاعتك. اهم حاجه هنعمل عشان نضرب البراكت ده في البراكت ده يبقى الفيرست تايمز فيرست، فيرست تايم السكند، سكند تايم الفيرست، سكند تايم السكند. يعني يطلع لك كام ترم؟ 4. ادي الاربع ترمات اهم اكس سكوير ماينس 7 اكس ماينس اكس بلس 7 ايكوال. طب هنا بقى ركز معايا الله يرضى عليك، هنعمل فيرست تايم الفيرست، فيرست تايم السكند، سكند تايم الفيرست، سكند تايم السكند، بس كل نمبر هيطلع الله يبارك لك يتضرب في كام؟ في 2. ادي الاربع ترمات بعد ما تضربه في 2 بقى عندك 2 اكس سكوير ماينس 8 اكس ماينس 6 اكس بلس 24. جمع بقى. يعني ايه جمع؟ يعني اما تاخد الاربع ترمات دول توديهم هناك بعكس الساين، اما تاخد الاربع ترمات دول توديهم هناك بعكس الساين. انا وديت دول هناك بعكس الساين، المساله عندي بقت كده اكس سكوير ماينس 6 اكس بلس 17 ايكوال 0. الاي عندك بكام؟ ب 1، والبي عندك بكام؟ بنيجاتيف 6، والسي عباره عن كام؟ 17.
تعالى بقى نروح نعرف ال b باور 2 ماينس ال 4 ac يعني ايكوال نيجاتيف 6 اول سكوير ماينس ال 4 تايمز ال 1 تايمز ال 17. طلع الناتج نيجاتيف 32. طالما طلع بالنيجاتيف يبقى طيب كام؟ 3. لازم تكتب يعني ايه طيب 3؟ يعني تكتب لي ان انا عندي 2 كومبلكس 2 كومبلكس اند نون ريل روت، يعني الناتجين بتوعك عباره عن كومبلكس ومش ريل. اللي بعده مبدئيا كده السؤال ده هو عباره عن نمبر في موديل بي ده كوتشن نمبر 10، في موديل سي ده الكوتشن نمبر 1، في موديل دي ده الكوتشن نمبر 5. طيب انا بقول لك if the two root of the quadratic equation are equal، كلمه equal دي الله يرضى عليك يعني طيب كام؟ انت سمعني صوتك، كلمه equal يعني طيب كام؟ طيب 2. طب يعني ايه طيب 2؟ يعني انا متاكد ان اكيد ال b باور 2 ماينس ال 4 ac equal كام؟ 0. تعالى بقى نمسك واحده واحده. سؤال اولاني سؤال نمبر a، ال a عندك عباره عن كام؟ 2، وال b عندك عباره عن 5، وال c عندك عباره عن كام؟ 4k. معايا ال a ومعايا ال b ومعايا c، عوض بقى هنا كده الله يرضى عليك وركز في الكلمتين دول. b باور 2 يبقى 5 سكوير ماينس 4 تايمز ال a اللي هي 2 تايمز ال c اللي هي 4k ايكوال 0. غلطه مشهوره قوي، ال 5 سكوير ب 25، ينفع اعمل 25 ماينس دول؟ لا، عشان دول فيهم مين؟ k جدع. 4 تايمز 2 تايمز 4k يبقى الناتج ده عباره عن نيجاتيف 32k ايكوال كام؟ 0. ودي ال 32 هناك بعكس الساين يبقى عندك 25 ايكوال 32k، يبقى ال k ايكوال ال k ايكوال اللي بره على اللي جوه، او ودي 25 هناك بالديفايدد، يبقى ال k عباره عن 25 اوفر كام؟ اوفر 25. 32 اوفر 25، ال k ايكوال اللي بره على اللي جوه يعني 25 اوفر سوري ال k ال k انا عايز اجيب الكيلو واحده، يبقى اللي بره على اللي جوه تبقى 25 اوفر كام؟ 32. تمام، ده سؤال نمبر A. طب نمبر B نفس الكلام، ده كده بالنسبه لك هو الـ A اللي هي عباره عن 1 يبقى الـ A ب 1، والـ B عباره عن كام؟ الـ B عباره عن الرقم اللي جنب الـ X اللي هو ده كله مضروب في 2 كمان، ها؟ يعني الـ B عباره عن 2K ماينس 2، ضربت الـ 2 في البراكت ده. طب والـ C عباره عن البراكت الواحد اللي هو عباره عن 2K بلس كام؟ 1. كده معاك الـ A ومعاك الـ B ومعاك مين؟ C. طب يلا نفس الكلام، B باور 2 ماينس الـ 4AC ايكوال 0. B باور 2 يعني عباره عن 2K ماينس 2 اول سكوير، ده البي باور 2 ماينس 4 تايمز ال 1 اللي هي الاي تايمز السي اللي هي 2 كي بلس 1، ده كله ايكوال كام؟ 0. عايزك بقى تفك البراكت اللي عليه باور 2، يبقى عندك 4 كي سكوير ماينس 8 كي بلس 4، اضرب ال 4 كي في الرقمين دول يبقى عندك نيجاتيف 8 كي ماينس 4 ايكوال كام؟ 0. جمع الارقام مع بعض والكيهات مع بعض هتلاقي الايكويشن في الاخر عباره عن 4 كي سكوير ماينس 16 كي ايكوال 0. عندك حل من الاثنين، يا تاخد الكي كومن فاكتور وتساوي اللي بره ب 0 والبراكت ب 0، او ممكن تحلها على الكالكليتر مود 5 3. طب ليه مود 5 3؟ عشان دي كوادراتيك ايكويشن يعني فيها اكس باور كام او فيها كي باور كام؟ باور 2، يطلع لك الكي ايكوال 4 وتطلع لحضرتك الكي ايكوال كام؟ 0. ده سؤال نمبر 9. كويشن نمبر 10 ده عباره عن نمبر 9 موديل بي، نمبر 12 موديل سي، نمبر 11 موديل دي. طيب انا مدي لحضرتك السؤال ده طالب طلبين، اول طلب عايز اعرف الصم الاي بكام لو الصم بتاع الاثنين روت عباره عن 3، عايز اعرف الاي بكام لو البرودكت بتاع الاثنين روت عباره عن نيجاتيف 4. اولا الصم بتاع الاثنين روت، الصم هو عباره عن نيجاتيف اهو تاني، الصم عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي، ده الرول بتاع الصم. طب مين الصم؟ نيجاتيف البي يبقى نيجاتيف 3 بلس اي، خدت الرقم ده بعكس الساين، ها؟ عشان ده اسمه نيجاتيف البي باخده بعكس الساين، يبقى الاي بالنيجاتيف وال 3 بالبوستر اوفر الاي اللي هي اي ماينس 2، كده معايا الصم. هو قال لحضرتك الصم بكام؟ ب 3 اوفر 1. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، لو عملت كروس مالتيبليكيشن يبقى عندك نيجاتيف اي بلس 3 ايكوال 3 اي ماينس 6. جمع يعني ايه جمع؟ ودي الاي دي هناك بالبوستر، 3 اي بلس اي تبقى 4 اي، ودي ال 6 دي هناك بالبوستر، يبقى 3 بلس 6 تبقى عباره عن كام؟ تبقى عباره عن 9. انا عايز الايه لوحدها، يبقى الايه اللي بره على جوه، يبقى 9 اوفر كام؟ 9 اوفر 4. كلام عظيم جدا. طيب تعالى بقى نحل نمبر بي. طب نمبر بي بيقول لك ان البرودكت بنيجاتيف 4، يعني ايه برودكت؟ برودكت اهو تاني اهو، البرودكت هو عباره عن سي اوفر اي. مين بقى السي؟ السي عباره عن نيجاتيف 4 اهي، السي جاهزه نيجاتيف 4 اهي، اوفر الاي اللي هي 1، اوفر الاي اللي هي اي ماينس 2 تاني اهي، اوفر الاي الرقم اللي جنب الاكس سكوير اي ماينس 2. طب هو قال لك البرودكت بكام؟ البرودكت عباره عن نيجاتيف 4، هو قايل لك البرودكت بنيجاتيف 4. طب النيجاتيف 4 دي تحتها في كام؟ 1. هنا في نيجاتيف 4 وهنا في نيجاتيف 4، يبقى لازم ده بكام؟ ب 1 من غير ما تعمل كروس مالتيبليكيشن هندسه، يبقى الاي ماينس 2 ايكوال 1. طب انا عايز الاي لوحدها،
ودي التو هناك بالبسط بيبقى الاي ايكوال كام؟ 1 بلس 2 اللي هي عباره عن 3. تمام، ده كده عباره عن كويتشن نمبر 14 موديل بي، ده عباره عن كويتشن نمبر 13 موديل سي، ده عباره عن كويتشن نمبر 3 موديل دي. انا بقول لحضرتك ال والام هما الاثنين ايكويشن بتوع الكوادراتيك ايكويشن دي، هما الاثنين روت بتوع الكوادراتيك ايكويشن دي. قبل ما ابص على الطلب اول خطوه كنا بنجيب ال بلس الام والال تايمز ام. ال بلس الام اللي هي الصم اللي هي عباره عن سي اوفر اي تبقى عباره عن 5 اوفر 1 اللي هي عباره عن كام يعني 5. البرودكت عباره عن سي اوفر اي يبقى 3 اوفر 1 اللي هي عباره عن كام 3. طب هو عايزك تكون ايكويشن الروت الاولاني اسمه ال سكويرد والتاني اسمه ام سكويرد، كام خطوه؟ 2. لازم اجيب الصم بتاع ال باور 3 بلس الام باور 3، ولو انت فاكر ده كان ليه عندك رول، لو انت فاكر كده فكرني، يبقى ال بلس ام اول تايمز ال بلس ام ده كده كله عليه سكويرد، خلي بالك هنا في براكت كبير كده، ماينس 3 ال ام. طب كده كده حضرتك معاك ال بلس ام بكام؟ ب 5. ال بلس ام ب 5، ال تايمز ام ب 3. هتعرف تعوض هنا، ده كده 5 وده كده 5، هتعوض على الكالكليتور هيطلع لك الناتج ده ايكوال 80. يبقى انا كده معايا مين؟ معايا الصم. جدع الله يرضى عليك. عايز اجيب البرودكت ال باور 3 تايمز ام باور 3. اتفقنا في حاله البرودكت بناخد حاجه اسمها كومن باور، يبقى ال ام اول باور 3. طب ال ام عباره عن كام؟ 3. اهي ال ام عباره عن 3، 3 باور 3 ايكوال 27. معايا الصم والبرودكت، مفيش اسهل من كده في الدنيا. يبقى الايكويشن اهي اكس سكوير ماينس 80 اكس بلس 27 ايكوال كام؟ 0. كده انا كونت الايكويشن. نمبر 12، نمبر 12 ده عباره عن كويتشن نمبر في موديل بي، ده كويتشن نمبر 15 في موديل سي، ده كويتشن نمبر 14 في موديل دي، ده كويتشن نمبر 13. فايند ذا كوادراتيك ايكويشن ان each of the two root equal double the square. يعني ايه double the square؟ يعني لو الايكويشن اللي انا مديها لك ده الروت الاولاني بتاعها اسمه ال والثاني اسمه ام، يبقى اللي انا بكونها اسمها 2l squared و2m squared. طب ليه 2 يا مستر؟ ما هو بقول لك double ال square. سكوير يعني ال سكويرد وام سكوير. طب دبل يعني ايه؟ يعني الضعف. يعني ايه الضعف؟ يعني 2 ال سكويرد و2 ام سكويرد. طب يلا كام خطوه يا هندسه الله يرضى عليك، ركز معايا. اربع خطوات. اول خطوه بنجيب ال بلس ام من الايكويشن اللي هو مديها لي اللي هي عباره عن كام؟ نيجاتيف 3 نيجاتيف بي اوفر اي، وال ال تايمز ام عباره عن نيجاتيف 5 اللي هي سي اوفر اي. طب يلا الخطوه الثانيه، عايز اجيب الصم بتاع الاثنين روت بتوع الايكويشن الجديده، يعني 2 ال سكويرد بلس 2 ام سكويرد. اخد ال 2 كمان فاكتور، فبقى لك ال سكويرد بلس ام سكويرد. خلي بالك ال سكويرد بلس ام سكويرد كان ليها رول، فكرني بيه. مين الرول؟ هو عباره عن ال بلس ام اول سكويرد ماينس 2 ال ام. غلطه مشهوره وجبت لك في الكويز قبل كده وناس كتير غلطت فيها. ايه بقى الغلطه؟ ان ال 2 مضروبه في ده كله، صح؟ طب اللي بالاحمر ده انت فكيته حاجتين، يبقى كل ده لازم يتحط براكت كده عشان يبقى كله مضروب في كام؟ في 2. تعالى نعوض. ال ال بلس ام عند حضرتك بنيجاتيف 3، والال تايمز ام عند حضرتك بنيجاتيف 5. لو عوضت هنا باور 2 ماينس 2 تايمز ده وطلع لك ناتج، ضربت في 2 هتلاقي الصم التالي لحضرتك عباره عن 38. طب يلا انا عايز اجيب مين كمان؟ عايز اجيب البرودكت، يعني عايز اعمل 2 ال سكويرد تايمز 2 ام سكويرد. لقيت بقى باشمهندس قد الدنيا والله العظيم بني ادم شاطر جدا اسمه يوسف مش هنساه، جه قال لي لا يا مستر المساله دي غلط، البي جاي عامل لي واخد من هنا 2 كومن فاكتور، ينفع اخد 2 كومن فاكتور يا باشمهندس وفي هنا 2 تايمز 2 ولا تبقى 4؟ مضروبه في بعض يا نجم، برودكت يبقى 4. والال والام ممكن اتفقنا في حاله البرودكت تاخد كومن ايه؟ كومن باور. جدع الله يرضى عليك. مكان بقى ال ام عند حضرتك ال ام كام؟ بنيجاتيف 5. يبقى الكلام ده عباره عن 4 نيجاتيف 5 اول سكوير، هتحسب بيه يطلع لك الناتج عباره عن 100. انا كده خلصت، هكتب لك الايكويشن هنا اكس سكوير ماينس الصم طلع عباره عن كام؟ 38 اكس بلس البرودكت اللي هو عباره عن 100 ايكوال كام؟ 0. كلام جميل. كويتشن نمبر 13، فانا بقى مع بعض خلاص ده كده 11 بي 11 سي 15 دي. طيب انا بقول لك الصم بتاع الصم اوف ذا تو روت اوف ذا ايكويشن دي ايكوال برودكت. مساله جامده جدا وركز معايا. انا بقول لك ان الصم ايكوال البرودكت، لازم ترتب بس خطوات حلك كده قبل ما تدب قلم في الورقه. هتجيب الصم، ايه الرول بتاع الصم فكرني؟ نيجاتيف بي اوفر اي جدع، وتجيب البرودكت اللي هي عباره عن سي اوفر كام؟ اي. طب تعالى نجيب الصم ونجيب البرودكت، وبعد ما نجيب الصم ونجيب البرودكت نساويهم ببعض، وبعد ما نساويهم ببعض نشوف نعرف نجيب الايه ازاي. طب يلا بقى ركز معايا واحده واحده. الصم هو عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي، يبقى نيجاتيف 3a ماينس 1 اوفر a بلس 1. خدت ده نيجاتيف البي اهو اوفر الاي، خدت ده بعكس الساين. ليه بعكس الساين؟ عشان دي نيجاتيف البي فخدته بعكس الساين. ايكوال مين البرودكت؟ سي اوفر اي، يبقى a سكويرد بلس 1 ده السي،
اوفر الاي، مين بقى الاي اللي هي اي بلس 1، الاي اللي هو هنا ده. طب انا لازم اعمل كروس مولتبليكيشن واظبط الدنيا، ركز بقى معايا قوي، الله يرضى عليك. في الكلمتين دول هعمل ده تايمز ده وهعمل ده تايمز ده. لما تعمل كروس مولتبليكيشن المساله بقت اهي، اكتبها لك تاني، نيجاتيف بره و3 اي ماينس 1 تايمز اي بلس 1 ايكوال اي سكويرد بلس 1 ملتبلاي اي بلس 1. المساله بقت عبيطه قوي، محتاجه واحد بس يركز الله يرضى عليك. هتضرب البراكت ده في البراكت ده وتضرب البراكت ده في البراكت ده، فيرست تايمز فيرست، فيرست تايمز سكند، سكند تايمز فيرست، سكند تايمز سكند، في كل ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. هنا هيطلع لك نيجاتيف 3 اي سكويرد ماينس 3 اي بلس اي بلس 1. هنا هيطلع لك اي باور 3 بلس اي سكويرد بلس اي بلس 1. عندك حل من الاثنين، تاخد الفور تيرم دول توديهم هناك بعكس الساين، الفور تيرم دول تجيبه هنا بعكس الساين اللي انت عايزه. بقى المسألة عندك a باور 3 بلس 4a كده كده هيطلع لك نفس الناتج بالملي، 4a سكويرد بلس 3a ايكوال 0. طب يا باش مهندسين، مش دي كده ايكويشن فيها x باور 3؟ عشان تتحل لازم اعمل على الكالكليتور مود 5 4 هيطلب منك a و b و c و d و ريزلت. ال a الكوفيشن اوف x باور 3، الرقم من هنا اللي هو كام؟ 1. الرقم اللي بعديه 4، الرقم اللي بعديه 3، الرقم اللي بعديه 0، فهنا ابسولوت فاليو مش موجود، والريزلت عباره عن 0. طب طالما دي باور 3 يطلع لك كام ناتج؟ 3. الاولاني عباره عن نيجاتيف 1 عشان دي باور 3 فلازم يطلع 3 ريزلت. والناتج الثاني اسف، الاي الاي نيجاتيف 1 او الاي نيجاتيف 1 او الاي نيجاتيف 3 او الاي ايكوال كام؟ 0. يبقى انت كده جبت كل الريزلت بتاعت الاي، عملت مود 5 4 ليه يا جدعان؟ عشان دي ايكويشن باور كام؟ باور 3. طب لو هي ايكويشن باور 2 بتعمل على الكالكوليتر مود 5 2 مود 5 3 جدع. نمبر كويتشن نمبر 14 موديل بي ده كويتشن نمبر 12 في بي، كويتشن نمبر 10 سي، كويتشن نمبر 8 دي. ركز معايا الله يرضى عليك. بيقول لك كوادراتيك ايكويشن، السؤال ده جامد قوي. بيقول لك الدايمنشن، الدايمنشن بتاع الريكتانجل ده بيمثل الروت. قال لك الاريا عباره عن 15 والبريمتر عباره عن 26، عايز اكون ايكويشن تمثل الكلام ده. طب اسال سؤال، الاريا دي مش عباره عن لينس تايمز ويدث ايكوال 15؟ خلي بالك انت كده معاك مين، ركز الله يرضى عليك، انت كده معاك مين؟ البرودكت. السؤال ده خض ناس كتير قوي بس هو عبيط. طب لما اقول لك البريمتر ب 26، ايه الرول بتاع البريمتر بتاع الريكتانجل؟ عباره عن 2 تايمز ال بلس ويدث جوه كده 2 ال بلس ويدث اول باور اول تايمز 2 ايكوال 26. طب انا عايز اللينس بلس ويدث لوحدها اودي 2 هناك بالايه؟ بالديفايدد. لما تعمل 26 ديفايدد 2 تبقى عباره عن كام؟ 13. خلي بالك يا نجم، انت كده معاك مين؟ الصم. ايه ده معاك الصم البرودكت؟ مكون الايكويشن يا عم. يبقى اكس سكوير ماينس الصم اللي هو عباره عن 13 اكس بلس البرودكت اللي هي عباره عن 15 ايكوال 0. بس كده خلصت، والله خلصت. يبقى انا من الاريا جبت البرودكت ومن البريمتر جبت الصم، بس قسمت على 2 عشان عايز ال بلس ام بس. معايا الصم والبرودكت، اكون الايكويشن بكل سهوله. نمبر 15 ده عباره عن كويتشن نمبر 13 موديل بي، ده عباره عن كويتشن نمبر 15 موديل سي، ده عباره عن كويتشن نمبر 14 موديل دي. طب ركز معايا واحده الله يرضى عليك. بقول لك if the root of the quadratic equation دي ار كونجكت. طب اسالك سؤال الله يرضى عليك، امتى يبقى الاثنين روت كونجكت كومبلكس؟ يعني ايه كونجكت كومبلكس جدع؟ رد عليا، يعني ايه كونجكت كومبلكس؟ يعني تايب كام؟ تايب 3. ما هي كونجكت كومبلكس يبقى تايب كام؟ طب مش تايب 3 ده انا عارف ان البي باور 2 ماينس ال 4 اي سي سمولر ذان كام؟ زيرو. ليه؟ عشان يطلع بالنيجاتيف عشان يبقى الكونجكت كومبلكس. طب واحده واحده، ممكن بس بعد اذنك كده تمليني من مسالتك. الاي بكام؟ الاي عندك عباره عن 1 والبي بتاعت حضرتك نيجاتيف 2 روت 2 والسي عباره عن ايه؟ انا عايز اجيب الاي بكام؟ سالك سؤال يا نجم بس قبل ما نحلها، الاي دي تطلع رقم ولا ارقام؟ ارقام طبعا، لان ده كده عباره عن انترفال. بقول لك انا عايز ده اصغر من زيرو، في كام ايه احطه هنا تخليه اصغر من زيرو؟ اكيد ارقام كتير، في انترفال مش رقم واحد. تعالى بقى يلا، البي عباره عن نيجاتيف 2 روت 2 سكوير ماينس 4 تايمز الاي اللي هي 1 تايمز السي اللي هي اي ايكوال 0. بس خلاص، لما تعمل اللي ده سكويرد يطلع لك عباره عن 8 ماينس 4 تايمز 1 تايمز اي 4 اي سمولر ذان كام؟ سمولر ذان كام؟ زيرو. طب ودي النيجاتيف 4 دي وديها هناك بالبوستر، يبقى 8 سمولر ذان 4a. طب انا عايز اجيب الاي، يبقى اعمل ديفايدد كام للبوس سايد؟ ديفايدد 4 جدع، يبقى دي 2 سمولر ذان a. يبقى انا بقول لحضرتك ان الاي جريتر ذان الاي اكبر من 2. يعني ايه الاي اكبر من 2؟ يعني الاي بلونج اكبر من 2، يبقى من اول ال 2 لغايه البوستر انفينيتي.
طول عمر البوسطة انفينيتي اوبن. طب انا اكبر من 2، هل في علامة الايكوال هنا؟ لا، تبقى دي تفضل ايه؟ اوبن. بس كده. ده كده اكزامبل نمبر 1 اللي موجود عند حضرتك، الامتحان الشامل انت امتحنته. يا ريت بس كده الله يرضى عليك، يعني لو في مساله واقفه قدامك تجرب تحلها مره واثنين وثلاثه واحنا موجودين طبعا مع حضرتك وتعرف تتواصل معانا بسهوله. اي سؤال عندك لازم ترجع علينا وهقولها لك مليون الف مره. مش مشكلتي في الحاجات اللي حضرتك بتعرف تحلها صح، انا مشكلتي يا باشمهندسين في الحاجات اللي بتقف قدامك. ركز بس الله يرضى عليك، انت بتدور على الدروب اللي عندك. الدروب اللي عندك ده لو انت عرفت تظبطه صدقني هتبقى 10 على 10. انا هطلب من حضرتك طلب وقلت لك الكلام ده في الحصه، اوعى اوعى يا باشمهندس الله يرضى عليك تستسلم ابدا. حتى لو انا جبت درجه وحشه لا قدر الله، انت بتتعلم ولازم تتعلم من اخطائك. انا ممكن يكون مشكلتي ان انا مش عارف اذاكر صح، ممكن يكون مشكلتي ان انا مش مركز في الامتحان. مفيش حد بيفهم اكتر من التاني، ولا في حد، لا في واحد مجتهد اكتر من التاني، في واحد بيعمل عليه زياده. انا عايزك تبقى كده، عايزك تكمل تعمل اللي عليك، وقلت لك 100 مره النتيجه بتاعت ربنا، بس انت اعمل اللي عليك. ربنا معاك يا باشمهندسين، ونشوفكم على خير، وان شاء الله باذن الله اكيد الامتحان الجاي هيبقى احسن من كده 100 مره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.